هي التنمية المستدامة. كنت عددت بعض الصور اللي كان ممكن نمشي نعرضها عليكم باش نحاول كتكون يعني مقدمة للتراث اللامادي بصفة عامة. فالمغرب والحمد لله حفظه الله سبحانه وتعالى بتراث اللامادي جد جد متنوع وجد يعني في نفس الوقت يعني متكامل بين جميع مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب. عندما نتحدث عن التراث اللامادي فنحن نتحدث عن كل ما هو ثقافي بيئي إنساني فني. يعني هناك تنوع كبير جدا، وهذا التنوع له علاقة كذلك مع الطبيعة الديموغرافية للمملكة بين عربها وأمازيغها ومسلمها، ويعني الثقافة العبرية وغير ذلك، والثقافة يعني والموروث الإفريقي وغير ذلك من العوامل التي أثرت في بناء هذه أو هذا التراث اللامادي اللي جاء وتراكم منذ يعني عدة قرون. دونك هذا التراث اللامادي. التراث اللامادي كذلك في جانب ديال الرأسمال اللامادي كذلك كان يعني موضوع لخطبة ملكية شهيرة يعني ركز فيها جلالة الملك على أهمية الرأسمال اللامادي، وكانت بداية لعدة تقارير وعدة يعني مشاريع اهتمت بالتراث اللامادي عامة وبالرأسمال اللامادي بصفة خاصة. ويعني الآن عدد كبير من الدراسات تحاول أن تركز على الرأسمال اللامادي بصفة خاصة، باعتبار أن يعني تقسيم العالم الآن ما بقيناش كنقسم العالم فقط دول نامية ودول متخلفة ودول سائرة في طريق النمو ودول متحضرة فقط على ما هو يعني إنتاج اقتصادي صرف، بل الجانب الآخر كذلك كل ما عنده علاقة مع التراث اللامادي ومع الرأسمال اللامادي أدخل في أو تم إدراجه في المؤشرات ديال التنمية. فالمشكل الكبير اللي كان واللي ربما كيعاني منه عدد من الدول السائرة في طريق النمو خاصة الدول الإفريقية، هو أننا نعتمد فقط على الناتج الداخلي الخام في توزيع الدول، وهذا إشكال كبير. الناتج الداخلي الخام باعتباره مؤشر كمي للثروة المنتجة في دولة معينة خلال فترة معينة، وهذا إشكال. هذاك لو برودوي انتيريور بروت، الناتج الداخلي الخام اللي يعني يركز فقط على ما أنتج من الناحية المادية الصرفة، يعني ما ينتجه الناسيج الاقتصادي في سنة معينة يجمع في مجاميع وكيعطينا الناتج الداخلي الخام. مع الأسف الشديد لا يأخذ بعين الاعتبار عدة أمور، منها يعني جودة حياة الناس. فمثلا احنا ملي كنقولوا هناك إنتاج في مدينة طنجة، هناك إنتاج في مدينة الدار البيضاء، صحيح أن هناك إنتاج، هناك ثروات تحدث وتنتج، لكن جودة حياة الناس هل نأخذ بعين الاعتبار جودة ديال الحياة ديالهم؟ مع الأسف الشديد لا. قد ننتج لكن قد نلوث، قد يكون لنا مصنع ينتج البطاريات وقد ينتج إطارات السيارات وغيرها، لكن هذا الإنتاج يحدث ما يعني ما يسمى بدوك لي زيكستيرناليتي نيجاتيف، هذوك التبعات السلبية للإنتاج. مع الأسف الشديد في مؤشر الناتج الداخلي الخام
لا ناخذ بعين الاعتبار هذا يعني هذه التبعات، وهذا يشكل يعني، وهذا يمكن نقول انه من نقائص يعني مؤشر نتيجة داخلي الخام، لانه لا ياخذ بعين الاعتبار اثر الانتاج على التراث بصفة عامة. قد نحدث منطقة صناعية في منطقة معينة، وهذه المنطقة الصناعية غادي تكون سبب اننا نجيبوا لها مصانع ونجيبوا لها عمال ونجيبوا لها ناس غيخدموا الى اخره، لكن هذه المنطقة الصناعية قد يكون لها اثر على المنظومة البيئية. هذه المنظومة البيئية مع الاسف الشديد إلى ضيعناها يصعب بعض المرات إصلاحها، لأن هذاك ليكو سيستيم ديال اللي عنده علاقة مع البيئة ومع لا بيوديفيرسيتي وغيرها يصعب يعني إصلاحه، وقد يتطلب الأمر أموال كبيرة جدا وجهد كبير هي ربما اللي كنا ربحناها مع هذوك المصانع. وبالتالي عندما نعالج التنمية فقط من الجانب الكمي اعتمادا على الناتج الداخلي الخام واعتمادا على ما هو كمي وننسى الجوانب الأخرى، فهذا مؤشر على أن التنمية ديالنا ما غاديش في الطريق الصحيح. بعض الدول فطنت الى هذا الامر، الان حاولت في الدول الاوروبيه مثلا حاولوا ان يدرجوا الجوانب البيئيه والاجتماعيه في جميع البرامج اللي كتقوم بها الجماعات والدول والشركات وغيره، وغادي نعودوا لهذا وغادي نرجعوا لهذا الامر يعني ربما في هذه المداخله. فانا كنقول بانه المغرب كينتج تقريبا واحد 130 مليار دولار في العام، 130 مليار دولار في العام، مبلغ يعني هو الناتج الداخلي الخام. صحيح انه في تطور لكنه كيبقى ضعيف بالمقارنه مع ما يعني نتوفر عليه من امكانيات بشريه وطبيعيه وغيرها، لكن حتى هذه 130 مليار دولار في العام لا توزع توزيعا صحيحا، وهذا يطرح لنا اشكال كبير بزاف يعني 130 مليار يعني في الراحه، كاينه في طنجه، كاينه في الرباط، كاينه في فاس، كاينه في سوق الدار البيضاء، لكن نعم سوء التوزيع، هناك اشكال كبير جدا، وهذا يعني احنا غنمشيو نرجعوا ليه علاقته مع التراث اللامادي. الان غادي نشوفوا علاقه هذا التراث اللامادي وهذا الناتج يعني هذا الناتج الداخلي الخام وهذا سوء التوزيع اللي اثروا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. على الصعيد الدولي ربما بعض الاحصائيات كتقول بانه 1% ديال الناس كيديو تقريبا 80% ديال الثروه، واحد الارقام اللي هي رهيبه جدا. هناك تكدس كبير للثروه عند واحد المجموعه ديال الناس، عند فئه معينه، عند واحد الجهات معينه. علاش؟ لان هما يعني السي مصطفى تكلم يعني طلبني نمشيو نربطوه بالعولمه. صحيح، لان العولمه في العمق ديالها شنو هي؟ هي انا كنسميها هي القولمه، اننا كنحاولوا نحطوا واحد قالب معين واحد ونصنعوا منه نفس السروال، نفس الماكله، نفس التفكير، نفس الموسيقى، نفس كنحطوا قالب واحد ونحاولوا نخرجوا منه يعني الملايين ديال سمسو نعم ديال النماذج ولا ديال سمسو النسخ. فهذا علاش؟ لانه البعد الاقتصادي حاضر. انا ملي كننتج بكميه كثيره كيكون عندي التكاليف قليله، كنبيع بزاف وكنربح يعني بزاف. وبالتالي باش نوصل لهذا الهدف هذا خصني نلغي كل ما عنده علاقه بالتعدد الثقافي والتراث اللامادي وغيره.
انا ما عندي ما ندير بالجبلي يلبس لي الجلابه الجبليه في فوزان ولا في سميتو في الشاون، خصني الجبلي في فوزان يمشي يلبس لي الجين، وخصني الجبلي ما يبقاش ياخذ البصاره، البصاره كاع ما صالحالوش، خصو يبقى ياخذ الماكدو. لان انا 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 في اطار هاد العولمه ما غنربحش مع الجبلي الى كلا البصاره، من البصاره الفول ديالو الزيت ديالو الكمون ديالو الزلافه ديالو كل شيء ديالو المراقه ديالو كل شيء كل شيء كل شيء ديالو، وبالتالي ما غنربحش معاه. مع من غنربح؟ مع ربح مع داك لو جون اللي غادي يشد ديك لابورس وغيتقاتل مع والديه وغيشد 85 درهم ويمشي كيشري لزمتو لهذيك الماكدو وياخذ واحد البيك ماك ويتصور به ويحب ويحطو في السيلفي وياثر ليا على رجال، ياثر ليا على واحد الشاب اخر اللي حتى هو غيكون ديك ليمونسيباسيون ديالو هذاك التحرر ديالو غادي يجي عن طريق استهلاك الماكدو. وبالتالي كنديرو جوج تاع الامور، كنقضيو على ديك على ديك يعني على ديك الموروث الغذائي اللي هي البصره، كنقضي عليها قضاء 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 مبرم، ما يبقاش غادي تولي عند الناس شيء مقزز شيء حاجه خايبه عيب عيب تاكل يعني البصره. بينما هذاك اللي ياكل ذاك الماكدو كنعطيه قيمه في المجتمع وكيولي عنده واحد القوه كبيره بزاف. دونك هنا هاد العولمه جات بيان سور هناك نقاش هل العولمه ايجابيه وسلبيه وكذا وكذا، لكن انا بغيت نشوفها غير من هذا الجانب الثقافي ومن هذا الجانب ديال اثر العولمه على الموروث اللامادي. مثال بسيط بالبصاره، لان انا ملي كنقول البصاره هذيك 20 درهم ولا هذيك 15 درهم اللي راك صرفتيها باش تاكل ذاك الطاجين ديال البصاره فين غتمشي ليا؟ تبقى ليا تما.